فجأة كده رز اللي نسكن بقى أول امبارح، أول امبارح طلع قال لك حررنا 6000 كيلو متر. 6000 كيلو، روسيا كانت محتلة 6000 كيلو، قال لك حررناهم ورجعنا أراضينا، بس لسه المعركة جاية، معركة ده لسه البداية، لسه بداية المعركة ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا كل النهاردة بيتكلم على أنه بدأت روسيا، طبعا ده المعدات العسكرية اللي أوكرانيا كشفت عنها، قالت تجديد المعدات الروسية وإحنا دمرنا، والعالم بقى الأوكراني على الأماكن اللي رجعت لهم اعتبارا من أول امبارح، من يوم 11 رز لينسكي بيتكلم من أول سبتمبر، وادي زي ما حضراتكم شايفين كده بيحتفلوا بانتصاراتهم على الجيش الروسي. خلي بال حضراتكم، اصل دي معناها ايه اذا استمر الحال على ما هو عليه. بس طبعا روسيا عامله تدمير هائل، تدمير هائل. روسيا بتقول لا مش احنا اللي عاملين كده، الاوكرانيين هم اللي ضاربين المدن واللي بيضربوا المنشات المدنيه، احنا ما بنضربش منشات مدنيه. طبعا الصاروخ بتطلع ما بتعرفش رايحه فين بالاخر، يعني انت في حرب، والحرب لها في خسائر هائله، البشر والحجر الاثنين في خسائر هائله هنا او هنا، خسائر في روسيا وخسائر في اوكرانيا. بس شايفين طبعا الاهالي راجعين يبصوا على بيوتهم، بيوتهم مدمره، مشاهد محزنه بتشوفها في اوكرانيا، المدن الاوكرانيه زي ما انت شايف كده، المواطن الاوكراني البلد ما فيهاش حد، الناس سابت بيوتها اصلا هجرت، هتلاقي مين؟ اطلال. ده اثار دمار، ده خراب الحروب، حرب ده خربها البلد دي. عشان ترجع اوكرانيا، عشان ترجع تاني، انا بقول لك اهو لن تعود اوكرانيا، بقولها لك على الهوا، كما كانت اوكرانيا ما قبل 24 فبراير، مش هترجع. هي البلاد اللي بتروح بترجع؟ لا، محتاجه عشرات مئات المليارات من الدولارات. مين اللي هيدي النهارده مئات مليارات؟ امريكا عندها ازمه، اوروبا عندها ازمه فوق الازمات اللي عندها، ادي المدن اللي بدا يقول لك ايه بترجع لنا، ادي طلع الرئيس زيلينسكي روسي الاوكراني وقال لك رجعنا 6000 كيلو مترا ومستمرين في المعارك، وجنودنا حرروا شرق وجنوب اوكرانيا، احنا مستمرين في التقدم، مستمرين في التقدم. وطبعا الروس بدأوا في عمليات قصف، الروس قالوا لا ده احنا انسحاب، زي ما عارضوا الخريطه اللي قدامكم ديت، قال لك احنا بنسحب انسحاب تكتيكي لتجميع قواتنا وهنبدا في هجوم مضاد. روسيا مش محتاجه، هي روسيا عندها المعدات وعندها الاسلحه وعندها الصواريخ وعندها الدفاعات الجويه، ولكن ايه اللي حصل الثلاث اربع خمس ايام اللي فاتوا؟ في مشكله الجيش الروسي. الجيش الروسي بيتعرض ل يعني مشكله كبيره بيتعرض لها الجيش الروسي زي ما بقول لحضراتكم في اوكرانيا. ايه اللي هيحصل؟ انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي قال لك انه الاوكرانيين تقدموا في الشمال الشرقي نتيجه للدعم الامريكي. بلينكن هو بيتكلم اهو، قال لك الدعم الامريكي، طبعا هنا بقى الموضوع امريكا وروسيا، الصراع التاريخي الازلي، ادوا دعم ل، وعلى فكره الرئيس جو بايدن اتكلم في شهر مايو او يونيو الماضي، وقال المعدات اللي احنا بعتناها لاوكرانيا هتشوفوا نتائجها بعد فتره قريبه. يبدو انه كلام بلينكن النهارده، مش يبدو، يبدو ان هو ده الحقيقه، انه كلام وزير الخارجيه الامريكي انه هم معداتهم اللي حققت، لان معدات الاوروبيين ما كانتش ليها تاثير كبير، ولكن قال ان الروس موجودين بكثافه، عندهم اعداد كبيره جدا، اعداد كبيره جدا، وبالتالي احنا ما نقدرش نقول هل هناك هزيمه لروسيا، قال ما نقدرش نقول ده. ده الوضع على الارض ما بين روسيا واوكرانيا. النهارده زي ما قلت لحضراتكم من شويه الدكتور مصطفى مدبول النهارده كان عامل اجتماع مع الكاتب الكبير الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس